هي كانت جلسة عمل مهمة جدا للتعرف على رؤساء مختلف اللجان المتخصصة، وكانت أيضا فرصة للتعريف بنفسي كأول خرجة لي دولية منذ تنصيبي في شهر أكتوبر الماضي. أجب الفخر والافتخار لجنة تنظيم الألعاب بحر المتوسط من قبل كل الجزائريين والدولة الجزائرية للمجهود الجبار التي تقوم به. من جهتنا نحن مستعدون لبذل كل المجهودات والنصائح ومرافقة عملية التنظيم هذه، ونحن متفائلون للألعاب القادمة بحر المتوسط في وهران. زيارتهم دليل على العلاقات نقدر نقول الجديدة مع لجنة التنظيم، وعلى ارتياحهم على تقدم اشغال التنظيم بصفة عامة، سواء من جانب المنشآت الرياضية، يعني بعد التقارير اللي يجيو من لجنة التنسيق، وكذا التنظيم بصفة عامة.